بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بالسادة الحضور ممثلي القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية، ده بداية، وندخل في الموضوع مباشرة. لقد كانت هيئة قضايا الدولة منذ إنشائها منذ أكثر من قرن وثلث قرن من الزمان، هي المدافع الحق عن كيان الدولة المصرية بكافة مصالحها ومؤسساتها، وقد تنامى واتسع أداء تلك الهيئة العريقة بتطور الدولة وتعاظم مصالحها وانفتاحها على العالم الخارجي، وكانت دائما بالغة لغايتها، محققة لهدف إنشائها في الزود عن حقوق مصر ومصالحها ومواجهة كل من يستهدف المساس بها في الداخل أو الخارج على حد سواء. ولقد كان للدور العظيم والأداء الرصين لهذه الهيئة المحترمة ما يمكنها من حماية الخزانة العامة من كافة محاولات استنزافها في الداخل أو من الخارج بفعل مستثمرين أجانب يتمتعون بامتيازات دولية تقود دائما اتفاقاتهم لإقامة تحكيمات دولية لتواجهها هيئة قضايا الدولة ورجال قسم المنازعات الدولية بأداء كان محلا لتقدير وإعجاب كل متخصص في مجال التحكيم الدولي. هكذا كان أداء فريق عمل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وهذا ما أسفرت عنه جهوده في الزود عن الدولة المصرية وحماية خزانتها لتصدر بتاريخ 6 مايو 2014 هيئة التحكيم الدولية التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بواشنطن حكمها في الدعوة التحكيمية رقم 9/15 ق المقامة من شركة H&H الأمريكية ضد جمهورية مصر العربية، والتي بلغت قيمة المبالغ المطالب بها 833 مليون دولار أمريكي، أي بما يعادل 5,831 مليون جنيه مصري، ليكون ذلك الحكم الثاني على التوالي في أقل من شهر عقب الحكم الصادر لصالح الدولة المصرية في التحكيم المقام من شركة ناشونال جاز ضد جمهورية مصر العربية بقيمة تجاوزت 600 مليون جنيه. كان ذلك ناتج الأداء المخلص المتميز لفريق عمل قسم المنازعات الخارجية بالهيئة الخاضع للإشراف المباشر للمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي واصل نجاحاته ليكون هذا الحكم هو تاسع حكم يصدر لصالح الدولة المصرية خلال 4 سنوات. ومن الجدير بالذكر أنه لم يصدر خلال تلك الفترة أي حكم ضد الدولة المصرية في دعاوى التحكيم الاستثماري التي يبشرها ذلك القسم لكي يصل مجموع المبالغ التي تمكن القسم من درئها عن الخزانة العامة 15,800,000,000 جنيه مصري. إن أهمية ومغزى هذه الإنجازات لا ينصب فقط على إنقاذ الخزانة العامة من تكبد مبالغ مالية نهزت 15,800,000,000 جنيه مصري، بل في إنقاذ سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي التي كانت سوف تتضرر حتما حال حضور صدور أحكام ضد الدولة المصرية من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، إذ أن هذه الأحكام الصادرة مؤخرا تعد شهادة على صحة مناخ الاستثمار في مصر واحترام الدولة المصرية لاتفاقياتها الدولية. ندعو الله أن يوفقنا دائما للزود عن حقوق الدولة المصرية، وأن تبقى حكومتها دائما داعمة لهذا الجهد وذلك العمل الفني المضني الرفيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك هي تاسع دعوة تحكيمية تنظر في الخارج قد كسبتها حكومة مصر ودولة مصر وشعب مصر بفضل أبنائها المتميزين دائما وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الدولية. هذا فخر لنا جميعا أن نقف بقوة وحزم ضد من يحاول أن يغتصب أموال الدولة وسواء في الداخل أو في الخارج، ونهدي هذا الإنجاز الكبير لشعب مصر فقط لا غير، ونحن دائما في خدمة هذا الشعب، والله دائما هو الموفق.
والمستعان. ده التحكيم، في تحكيم تجاري وفي تحكيم استثماري. التحكيم التجاري هو ده بينشأ أساسا عن وجود عقد مبرم ما بين هيئة حكومية مصرية وبين شركة أجنبية. أي منازعات في من خلال هذا الاتفاق، وطبعا الأجنبي بيصر على أنه يلجأ للتحكيم مش المحاكم الوطنية، يلجأ للتحكيم. فإذا ما نص في عقد بينه وبين الجهة الإدارية على التحكيم، فهنا إما أن يختار مركز القرار الإقليمي الدولي، مركز القاهرة، المركز الدولي للتحكيم في القاهرة، أو أي مركز آخر في العالم، أي مركز تجاري آخر، سواء في باريس سواء في هولندا في لاهاي. فدي مراكز هو بيختار فيها وبموافقة الطرفين أيضا كمان. فيما يتعلق بمجال التحكيم التجاري، احنا دورنا فيه مش موجود، باعتبار ان انا بدافع عن الدولة المصرية وليس الهيئات والشركات. يعني حينما تقام دولة، حينما تقام تحكيم تجاري ودخل فيها مصر، انا بتصدي الدفاع عن الخزانة المصرية وليس عن الشركة اللي هي محتكم ضدها او اللي هي المرفوع عليها التحكيم. وهناك تحكيم استثماري، يعني ناتج من اتفاقية استثمارية بين مصر وبين المستثمر الأجنبي، دولة المستثمر الأجنبي سواء كان أمريكي أو فرنسي أو غيره. أنا دولته عامل اتفاقية مع، وأنا عامل 100 اتفاقية مع 100 دولة في العالم حماية للاستثمار وتشجيع الاستثمار في مصر. فإذا ما أثير النزاع بصدد هذه الاتفاقية، أنا بلجأ لمركز التحكيم الدولي اللي موجود في أمريكا، لازم يوديني هناك. عليك برضو ما أثير مؤخراً، ولا يعني كلام الساعة أو نقطة أخيرة، حول صدور مشروع قانون جديد لتحصين العقود مع المستثمرين الأجانب أو المصريين أو المحليين. ما رأي عليك برضو؟ هو سمح بي فين؟ ممكن أنت ترد على هذا السؤال؟ عشان اعطي فرصة لزملائنا يتحدثوا ايضا. القصر بالنسبة لما اثير حول مسألة خذ الميكروفون عنده، تحصين العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، هذا قول عالي تماما من الصحة. فالمسمى القانوني الوارد والمنشور في الجريدة الرسمية هو إجراء بعض تنظيم إجراءات القطع على بعض العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، وبالتالي وينظم إجراءات الطعن ولا يحصن الطعن على هذه العقود. وإذا رجعنا إلى قرار معالي المستشار عدلي منصور بقانون المنشور في الجريدة الرسمية لنص المادة الأولى من هذا القرار بقانون، في صدره أشار إلى أنه يجوز لكل صاحب حق شخص أو عيني أن يطعن على العقد الذي أبرمته الدولة مع مستثمر أجنبي، وبالتالي فقد فتح الباب لكل مواطن صاحب حق عيني أو شخصي على العقار محل البيع أن يقوم بالطعن على هذا العقد إن كان هناك له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. لم يسكت أو نص المادة الأولى عند هذا الحد فقط، ولكنه أضاف وأجاز وأباح لكل مواطن مصري أن يطعن على أي عقد أبرمته الدولة مع أي مستثمر أجنبي، في حالة إذا كان هذا العقد وليدا لإجراءات فاسدة إلى فساد جنائي، فمن حقه طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوم بالإبلاغ للنيابة العامة، لأن هذا الحق مكفول لكل مواطن مصري وليس لصاحب حق عيني وشخصي فقط كما ورد بصدر المادة الأولى. فكل مواطن شاف في فساد في هذا العقد بيعت أرض بأقل من الثمن الذي هي
بالفعل تستحقه يستطيع أن يبلغ النائب العام، يحصل على حكم جنائي بات في هذه الحالة يطعن بالبطلان، وهناك قاعدة قانونية مستقرة تقول أن الجنائي يقيد المدني، وبالتالي إذا صدر حكم جنائي بات عن أي جريمة من جرائم الفساد سواء بإهدار المال العام، بيع أرض بأقل من ثمنها أو شركة بأقل من ثمنها، يستطيع أي مواطن، علشان اللي بيقوله ده بيحصن العقود ويمنع أي حد إن هو يطعن، هو يجيز الطعن ولكن لصاحب صفة، وكل مواطن صاحب صفة إذا كان هذا العقد وليد جريمة جنائية طبقا لقانون العقود. تفضل. نعرض عليك يا فندم، إذا كانت لهيئة قضاء الدولة الموقرة هذا الدور الريادي في استرداد وحماية أموال الدولة، فلماذا لم تكلف بملف استرداد الأموال المهربة للخارج والذي إلى الآن ينزف المواطن منه ألما وحسرة على هذا التأخر من الدولة؟ سيدي، أنا نائب قانوني عن الدولة المصرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، إنما أنا مقيد بقوانين وبقرارات تصدر من الجهاز الإداري، يعني أنا مش مختص أصلاً بعملية استرداد الأموال المهربة للخارج، لأن جهاز الكسب غير مشروع هو الجهة الوحيدة التي تملك هذا الاختصاص. أما إذا أوكلتني الدولة المصرية بمواشاة هذا الاختصاص، أنا قادر إن شاء الله أن أحل هذا المشروع، لكن أنا لغيت هذه اللحظة ليس لي دور في استرداد الأموال المغتصبة، إنما الدور يقع على عاتق جهاز الكسب غير المشروع. مسألة الاختصاصات الجديدة التي وردت بدستور 2014 هي اختصاصات واسعة وشاملة حقيقة، من بينها اختصاص تسوية المنازعات وديا أثناء مرحلة أي مرحلة من مراحل التقاضي، لكن لابد أن ينظمها قانون. القانون ده احنا فعلا بنعده، يعني هيئة الدولة حتى هذه اللحظة بتعد قانون لمباشرة هذا الاختصاص، لأن الدستور قال وينظم القانون ذلك، فالقانون احنا على وشك ان احنا ننهيه، وسوف نعرض هذا القانون وغيره من القوانين الاخرى فيما يتعلق بالعقود او في الاشراف الفني على الاداره القانونيه، سوف نعرض هذا في الدوره المقبله لمجلس الشعب الجديد. الهيئه بتتصدى للصالح العام، بتتصدى من تلقاء نفسها، يعني حتى في خصوص الاخلاق العامه والاداب العامه انا بتصدى لوحدي دون ان يامرني الوزير او رئيس الوزراء بذلك. انا بدافع عن الشعب المصري في كل مكتسباته وحقوقه. فانت بتقول لي سد النهضه، سد النهضه من الممكن ان نعطي فيه مذكره ونكتب نحرر المذكره بذلك، ما فيش عندنا اي مشكله لو طلب منا ذلك، لو طلب منا ذلك اعداد مذكره وتصور ما عنديش اي مشكله، انما برا ان الجهد السياسي ياخد طريقه اولا قبل اللجوء لمثل هذه المذكرات والعنتريات اللي مالهاش دور لحد دلوقتي. لكن الهيئه عندنا تصور، عندنا تصور، عندنا مختصين يعني ما شاء الله في تصور فعلا. الهيئه دورها في كل الحالات، الهيئه دورها هو ما اسبغه الدستور عليها، هي النائب القانون عن الدولة لحماية الأموال العامة. أنا مش هكتفي بالأموال العامة، بقول والأخلاق العامة والأداب العامة أيضا كمان، لأن أنا نائب عن الدولة المصرية ونائب عن الشعب المصري ومحامي الشعب المصري. أي خلل بالأخلاق، أي خروج عن الأخلاق، أي إهدار لحق الطفل، أنا سوف أتصدى من جانبي لهذا الفعل، وأنا أؤكد وأدعم قرار رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ هذا القرار. ويقوم بتشكيل لجنة المصنفات الفنية، لجنة أخرى ليتراقب المصنفات الفنية. ما هي ماذا يملك؟